رشحت شركة جوجل الأمريكية تطبيق غربتنا الذي أسسه الشاب السوري مجاهد عقيل، رشحت التطبيق كأحسن ثلاث تطبيقات حول العالم ساعدت المجتمع المحيط بهم. ووجهت جوجل دعوة لعقيل للمشاركة في مؤتمرها السنوي في الولايات المتحدة، إلا أن القنصلية الأمريكية في اسطنبول رفضت إعطائه تأشيرة السفر. ابتكارات كثيرة وأعمال مميزة أبدعها شباب سوريون في دول اللجوء لمساعدة المهجرين في التغلب على ظروف الحياة الجديدة. إحدى هذه الابتكارات تطبيق غربتنا التفاعلي الذي أطلقه مجموعة من الشباب السوري في تركيا منذ أكثر من عامين، حيث يعتمد هذا التطبيق على نقل الأخبار والمعلومات بطريقة مبسطة للمغتربين والإجابة عن كل ما يهمهم من استفسارات. شبكة غربتنا هي منصة إلكترونية متفرعة على ثلاث فروع، موقع إلكتروني وتطبيق موبايل وصفحة فيسبوك. منقدم فيها معلومات وأخبار وفرص عمل للاجئين السوريين بتركيا بشكل خاص وبأوروبا بشكل عام، لحتى لتسهيل حياتهم في بلاد الغربة. شركة جوجل الأمريكية رشحت تطبيق غربتنا كواحد من أفضل ثلاثة تطبيقات حول العالم ساعدت المجتمع المحيط بها. ووجهت إدارة جوجل دعوة لمؤسس التطبيق مجاهد عقيل للمشاركة في مؤتمرها السنوي في الولايات المتحدة، لكن القنصلية الأمريكية في اسطنبول رفضت إعطائه تأشيرة سفر. نحن اجتنا دعوة من شركة جوجل لنحضر المؤتمر تبعها، واختارتنا ضمن ثلاث تطبيقات حول العالم أثرت على المجتمع. اجوا على اسطنبول وصوروا معنا فيديو ورح نعرض في المؤتمر السنوي، فاجتنا دعوة مشان نحن نحضر هذا المؤتمر في سان فرانسيسكو في أمريكا. طبعا نحن قلنا لهم نحن كسوريين ما فينا نحضر هذا المؤتمر إذا ما كان في عنا دعوة رسمية من الشركة. طبعا بعتوا لنا الدعوة الرسمية. بعد ما رحت قدمت على طلب على السفارة، السفارة رفضت الطلب، ما أعطوني حجة واضحة، ما في سبب، بس يعني أنا متوقع السبب بس لأني أنا سوري وبحمل الجنسية السورية، كان هذا السبب يمكن كفيل لأنه يرفضوا الفيزا. يوما بعد آخر يثبت شباب سوريا أن إطلاق الأفكار المبتكرة لا يرتبط بمكان أو زمان، لكن يبدو أن العالم ما زال مصرا على إقصاء السوريين ومنعهم من إثبات جدارتهم. وينضم إلينا عبر سكايب من تركيا مجاهد عقيل، شريك مؤسس في شركة نماء للحلول البرمجية. مرحبا بك سيد مجاهد، لو تحدثنا عن تطبيق غربتنا وعن الدعوة التي وجهت لك من شركة جوجل. نعم، هم بالحقيقة تطبيق غربتنا هو تطبيق لمساعدة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، بيقدم لهم المعلومات وفرص العمل على التطبيق وصفحة الفيسبوك والموقع الإلكتروني الخاص بشبكة غربتنا. نعم. طبعا نحن تلقينا دعوة تقريبا من شهر من شركة جوجل رشحتنا لنكون ضمن أفضل ثلاث تطبيقات أثرت في المجتمع المحيط بها. بعد اجوا على اسطنبول وصوروا معنا اللقاء مشان ينعرض في مؤتمر جوجل السنوي. بعد ما صوروا اللقاء طلبوا مننا ان نحن نحضر لسان فرانسيسكو لنحضر المؤتمر ونمثل اسم شركتنا هناك في سان فرانسيسكو. طبعا نحن قلنا لهم انه هذا الشيء صعب، لازم تبعثوا لنا دعوه رسميه من الشركه للقنصليه. نعم. وهذا اللي تم، ارسلوا لنا دعوه رسميه للقنصليه الأمريكية في اسطنبول. طيب سيد مجاهد، ما هي أسباب رفض القنصلية الأمريكية إعطائك التأشيرة للسفر للولايات المتحدة؟ والله ما كان في سبب واضح، فقط تم رفض الفيزا بدون أي سبب، ولكن السبب المتوقع واللي أنا كنت يعني متوقع من قبل هو الجنسية السورية، كان لها سبب كتير كبير لرفض الفيزا، بالإضافة للإسم، ممكن يكون الإسم في عليه شبهات أو يعني اسم مجاهد مو ممكن يكون هذا السبب اللي خلى ينفذ الفيزا. نعم. طيب هل تواصلت مع شركة جوجل بعد رفض السفارة الأمريكية؟ نعم، راسلنا شركة جوجل وقلنا لهم انه احنا رفضت الفيزا تبعيتنا. هم تأسفوا كثير للموضوع وقالوا لنا انه احنا فينا نساعدكم انه تحضر المؤتمر بمقر جوجل في اسطنبول، وهذا الشيء راح يصير ان شاء الله. نعم، مجاهد عقيل شريك مؤسس في شركة نماء للحلول البرمجية، شكرا جزيلا لك.